الأشواط المسائية، انطلاقة شوط رئيسي لا يقل أهمية عن شوطنا الماضي. نتمنى التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء مع منافسات المساء. ينطلق قبل لحظات أول أشواط القعدان، الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان الإجذاع، وأيضا بحضور شعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة ضمن هذه الأشواط المفتوحة. على بركة الله متابعينا الكرام، نتابع هذه الانطلاقة ونسير مباشرة إلى البداية وإلى الصدارة. أتابع أول المراكز، انفجر هنا على البداية والصدارة لهجن الشحانية. يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران بينما ثاني المراكز. أتابع التقدم في هذه اللحظات والقادم مايهاب لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف من يتابع في التضمير، بينما هناك من الجانب الآخر يتابع الاسم القادم والمتقدم في هذه اللحظات. هنا يصل مشاهدين الكرام سلهود لسعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني. علي بن خلفان بن سالم الهاشمي من يتابع في التضمير، بينما رابع المراكز تقدم من جلمود بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية المتواجد مع رابع المراكز. يتابع جلمود في التضمير محمد بن خالد العطية خامس الأسماء. وتابع هنا تواجد من وابل لهجن الشحانية. يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران. هكذا النداء متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل في كل مكان لمراكزنا الخمس الاولى المنطلقه في هذا الشوط، في هذا الشوط الرئيسي اقوى اشواط القعدان منافسات سن الاجذاع. الله الله الله. اتابع هناك الحضور، اتابع الشعارات، اتابع الاسماء البارزه والقادمه في هذه اللحظات. ينضم هنا لوسيل مع خامس المراكز لهجن الشحانية في هذه اللحظات. الله على البداية والصدارة. نعود هناك لنتابع مجريات الصدارة، لنتابع مايهاب. مايهاب هناك يغير، ينطلق على البداية لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف من يتابع في التضمير، من ينطلق بالبداية، من يتزعم أمور هذا الشوط. هناك مايهاب، بينما أتابع سلهود، سلهود القادم والمتواجد مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني جمعه، أو علي بن خلفان بن سالم الهاشمي من يتابع في التضمير القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما ثالثا أتابع التقدم من جلمود. يصل جلمود بالشعار هجن الشحانية المتواجد مع ثالث المراكز. يتابع في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم جلمود هنا مع انطلاقة ثالث المراكز، بينما أتابع القادم في هذه اللحظات. يصل لوسيل، لوسيل القادم بالشعار الشحاني المتواجد مع رابع المراكز. يتابع لوسيل في التضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما يتابع من الجانب الآخر. هناك انفجر، يصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران في المتابعة، وأيضا يتقدم وابل، وهناك وصول، وصول أيضا من قناد. وصلت الأسماء، وصلت الأسماء مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى البداية، إلى الصدارة مع انتصاف المسافة. مايهاب، مايهاب هناك على البداية مع الشوط الأول
الأول ينطلق بالصدارة ميهاب لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك من يتابعه في التضمير هنا على البداية وعلى الصدارة. ولكن أتابع الأسماء القادمة هنا سلهود، سلهود يعود هنا مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني علي بن خلفان الهاشمي هناك في المتابعة والتضمير. بينما ثالث الأسماء أتابع الوسيل، الوسيل قادم لهجنة شحانية يتابع في التضمير الشمل جابر بن سالم بن فاران، والاسم القادم وصل قناد ينضم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، وصل بن سلعان هنا فهد بن علي بن سلعان من يتابع قناد في التضمير من ينضم في هذه اللحظات. الله الله الله، ولكن التقدم أتابع في هذه اللحظات من جلمود لهجر الشحانية مع خامس المراكز يتابع في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن الأمور هناك مع الصدارة مع البداية الكل قادم في هذه اللحظات. الله سلهود، ولكن قناد، قناد وسلهود وميهاب مشاهدين الكرام. ولكن انطلق غير في هذه اللحظات قناد انطلق على الصدارة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني فهد بن علي بن سعيد بن سلعان من يتابع في التضمير من ينطلق على البداية والصدارة في هذا الشوط الرئيسي في هذا الشوط الأول. ميهاب هنا أيضا قادم في هذه اللحظات متواجد مع ثاني المراكز من يراقب الموقف ويتابع الصدارة. الله الله الله، هنا الاسم القادم وصل وابل، وصل وابل في هذه اللحظات لهجنة شحانية يصل مع ثاني المراكز يتابعه الشبل جابر بن سالم بن فاران، وهناك يتابع سلهود أيضا من الجانب الآخر لسعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني علي بن خلفان الهاشمي يتابعه في التضمير. الله الله الله، الاسم القادم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام هنا يعود جلمود لهجنة شحانية قادم مع رابع المراكز يتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. ولكن الأمور بدأت تشتد هنا مع قناد، قناد ووابل. الله الله الله، الصدارة ثنائية، ولكن قناد، قناد هنا مع الصدارة ينطلق مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني فهد بن علي بن سعيد بن سلعان من يتابع في التضمير من ينطلق على الصدارة من ينطلق بالبداية في هذه اللحظات. ولكن أيضا أتابع، أتابع وابل لهجنة شحانية مع ثاني المراكز سلهود قادم وتقدم من الوسيل. الله الله الله، الكيلومتر الأخير مشاهدين الكرام، ولكن قناد غادر، قناد انطلق، قناد في هذه اللحظات. الله، قناد، قناد على الصدارة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني هنا بن سلعان يتابع في التضمير فهد بن علي بن سعيد بن سلعان من يتابع قناد على الصدارة. ولكن الوسيل، الوسيل قادم لهجرة شحانية قادم مع ثاني المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. ولكن الأمور، الأمور في خطر هنا وقناد على الصدارة، قناد على البداية مع الخمسمية متر الأخيرة. الله، هنا أيضا أتابع الوسيل قادم، الوسيل قادم لهجرة شحانية يشكل الخطر في هذه اللحظات. الوسيل قادم، ولكن قناد حافظ على هذا التقدم مع اللحظات الأخيرة. قناد الوسيل، الشوط الرئيسي، الشوط الأول. الله الله الله، قناد مع الصدارة، الوسيل قادم لهجرة شحانية. الله، ولكن قناد، قناد إلى هذه اللحظات، اللحظات الأخيرة، خط النهاية، الناموس يذهب لأهالي الخيسة هنا مع هذا الأداء. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، والثاني لفهد بن علي بن سلعان ثاني المراكز. وصل الوسيل لهجنة شحانية، ثالثا كان الوصول من سلهود لسعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني، رابع المراكز وصل، وصل مكلف لهجنة شحانية، وخامسا كان الوصول مشاهدينا الكرام من ميهاب
لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. نهني أيضا مالك إقناد، نهني أيضا مضمرة على هذا الفوز، ونعود ونتابع أيضا التوقيت الزمني مع هذا الشوط الأول الرئيسي. نهني سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم مال ثاني، واسعد الله مساكم يا هال الخيسه على هذا الفوز. نتابع قناد هنا مع لحظات الوصول والاعاده عبر قناه ريان. مشاهدينا الكرام، والتوقيت الزمني 9:08:04 من الثانيه. تهانينا والناموس لسعاده الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم مال ثاني، والتهانيه لك يا فهد يا بن علي يا بن سعيد يا بن سلعان. وثاني المراكز وصل الوسيل ب 9:09 جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه، والتهانيه ايضا للشبل جابر بن سالم بن فران، بينما ثالثا كان الوصول من سلهود 9:13 و4 من الثانية. نهني سعادة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد بن جاسم الثاني، والثاني أيضا لعلي بن خلفال بن سالم الهاشمي. تهانينا والناموس للجميع.